هل يجوز القسم على الدستور للدخول في البرلمان؟ نعم، هذا يا إخواننا الدستور مزاحم للقرآن. نحن دستورنا كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كفرنا بالتساتير التي تخالف الكتاب والسنة. دستور الكويتي إذا زنت المرأة راضية أي نعم فليس عليها شيء ولا ينبغي أي نعم لا يقام عليها الحد ولا كذا، فماذا يا إخواننا؟ وفيه من البلاء وغيره من التساتير. أي نعم ماذا يستوردون فرنسيين ويستوردون مصريين من المصريين الممسوخين؟ أي نعم ويستوردون ماذا يا إخواننا ويضعون دساتير؟ الدساتير هذه وأيضا الشعب يصوت عليها، وقد تكلمنا على الانتخابات وعلى التصويتات أنها تعتبر طاغوتية في غير هذا الشريط. فالقصد يا إخواننا أن دستورنا هو الكتاب والسنة. نقول لهم كفرنا بدساتيركم وآمنا بكتاب ربنا وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومن أحوجك إلى أن تدخل المجالس النيابية؟ المجالس النيابية التي وضعتها لنا أمريكا. أمريكا هي التي وضعت هذه المجالس النيابية من أجل أن تدمر الإسلام. فتفح بين خمار وماذا وسارق لص وشيخ جاهل لا يدري منين ربط العنز وماذا يا إخواننا؟ وبعد ذلك يغنون ويشرعون للناس. لا يا إخواننا، ماذا الآية؟ وإذا جاءهم بالواو أم بالفاء، وإذا جاءهم أمر من الأمن، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم، الواجب أن نرجع إلى العلماء في القضايا. ما نرجع إلى النسوة الضائعات المائعات. نعم، ولا نرجع أيضا إلى الخمارين، ولا نرجع أيضا إلى اللصوص، لكن نرجع إلى العلماء ونسألهم عن هذه المجالس النيابية. والله أخشى على العلماء أن يأتيهم واحد من الإخوان المسلمين ما شاء الله لحيته هكذا. والله يا شيخ، والله يا شيخ، ما بيننا وبين تطبيق الشريعة الإسلامية إلا أن ننتهي من الانتخابات. نبغي تفتينا يا شيخ بالانتخابات. عرض الشيخ ما شاء الله نسي الشيخ الأدلة. أما من كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وليس الذكر كالأنثى. وماذا يا إخواننا؟ وصدر القلم وافتعهم بماذا وبهذا. الله يا شيخ، عندنا جمعية اسمها جمعية الحكمة، وهي تحفر الآبار وتقتل الأيتام وماذا وتبني المساجد، وبعض الناس يقول انها حرام. من الذي هذا يقول ان هذا حرام؟ فصدر الشيخ مسكين بالفتوى. والله ان الشيخ لو كان منصفا لكتب الينا. نعم، لاننا نحن اهل البلد ونحن اعرف بهذا. كتب الينا ارفعوا لنا حقيقة جمعية الحكمة، وارفعوا لنا حقيقة جمعية الاحسان، وارفعوا لنا حقيقة الانتخابات عندكم، وارفعوا لنا كذا وكذا. أي نعم، أنا أقول هذا الكلام مسجل. كان يجب على الشيخ أن يكتب. ما يأتي واحد يا إخوان قد برم العمامة والثوب إلى وسط الشاب وماذا واللحية محنة، ويأتي ويقول يا شيخ يا شيخ. لا، يجب على المشايخ أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. يجب عليهم أن يتقوا الله وأن يعني يحذروا. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ماذا
استفدنا من الانتخابات في الجزائر؟ وماذا استفدنا من الانتخابات في اليمن؟ وماذا استفدنا من الانتخابات في مصر؟ وماذا استفدنا من الانتخابات في السودان؟ وماذا استفدنا من الانتخابات في بلاد أخرى لا تحضرني الآن؟ يا إخواننا، استفدنا أننا عرضنا الإسلام، عرضنا الإسلام ماذا؟ للهزيمة وللتدهور، نعم، وللمهزلة، وللمهزلة، نعم. تأتي امرأة فاجرة، فاجرة، تقول: قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول لهم: ماذا عند القاعة؟ أنت شغلتمونا بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو خمار، يا سبحان الله، صوت الخمار من الصوت العالم الفاضل، أي نعم، صوت المرأة الضايعة المائعة من الصوت العالم الفاضل، أي نعم يا إخواننا، الله المستعان. المهم، مهزلة، مهزلة. نفره إلى الله ممن يخالف الكتاب والسنة ويدعو إلى هذه الانتخابات وإلى هذه التصويتات. ابتعدوا عنها يا أهل السنة جميعا، ويبلغ الشاهد الغائب أنها لا تأتي للإسلام بخير. ماذا؟ في ذات مرة أو في زمن قبل نعم، كثر الصالحون في مجلس الأمة في الكويت. وماذا؟ وبعد ذلك، بعد أن كثر الصالحون، وهذا قبل أحداث بزمان، بعد أن كثر الصالحون يصدر الأمر بإلغاء مجلس الأمة. نعم يا إخوان، أمريكا ستأتي وتنظمنا من أجل صالحنا أم من أجل صالحها؟ أف للعقول السخيفة، ما عندنا في كتاب ربنا ما ينظمنا، ما عندنا في الفقه الإسلامي ما ينظمنا، ما عندنا في السنة النبوية ما ينظمنا، والله المستعان.